أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من جديد مع برنامجكم الأسبوعي برنامج نبض الاتحاد. قصة نجاح أتتنا من دولة مصر إلى دولة الإمارات منذ 12 عاما. السيد محمد عبد الفتاح، أهلا وسهلا فيك أستاذي. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. بداية حابين نتعرف بشخصك الكريم. محمد عبد الفتاح عبد العال، الحمد لله عمري من عمر الاتحاد. نعم. مواليد 71. ما شاء الله. تشرفت أن أنا أجي دولة الإمارات. من 12 سنة جينا على الإمارات. تمام. من قبل هيك كنا شغالين في نفس القطاع في السيراميك وبالرخام وبالأمور هاي في مصر. حدثنا شوي قبل ما نيجي على الإمارات في مصر، إيش كنا نشتغل في حياتنا العملية؟ أنا حياتي العملية في مصر كنت مدرس، أنا خريج علوم زراعية. نعم. 94. بعد كده اشتغلت في قطاع الأسماك، بعد كده اشتغلت في التدريس مع التجارة برضو في المجالات السيراميك والحاجات دي. يعني احنا عم نحكي استاذي من 94 لل 2006، شو مراحل الحياة اللي مرقنا فيها قبل ما نيجي على الإمارات؟ من 94 ل 2006 هو زي ما بقول لحضرتك كده، مجالات، كذا مجال اشتغلت فيه في مصر قبل ما اجي. نعم. وبعد كده حددنا وجهتنا للي بنسمعه على الإمارات والسمعة الطيبة للبلد حتى في مصر، ما شاء الله عليهم، يعني صحيح. مش مقصرين في مصر خالص. صح. فسمعتها الكويسة خلتنا نختار الإمارات تكون وجهة لينا، لأن احنا نيجي نستثمر ونشتغل هنا. نعم. أستاذ الكريم، اختيارنا للسيراميك، هل كانت الفكرة قائمة من مصر أم اخترناها لما جينا على الإمارات هون؟ بصراحة لما جيت الإمارات وشفت النهضة العمرانية واللي بيحصل هنا، فحبيت أحط بدايتي في المجال ده. نعم. اللي هو مجال التجارة في موضوع في مواد البناء. صحيح. واخترنا السيراميك لأن احنا برضو في مصر شغلنا في السيراميك كان ما شاء الله واخد مستوى كويس جدا. صح. فقلنا نستورد من مصر ونجيب من مصر، وتوفقنا ان احنا سوينا المصرية للسيراميك هنا. المصرية للسيراميك اللي شعارها هو نيفرتيتي، أنا لفت انتباهي موجود هذا شعار شركتكم. نعم. المصرية للسيراميك، هل البرودكت اللي عندنا كله مصري 100% أم إحنا عم نستورد كمان من بلدان تانية؟ إحنا في بدايتنا كان مصري 100%. نعم. في الأول، بعد كده حبينا نتوسع فاشتغلنا في الأسباني، اشتغلنا في الهندي، شغالين في سيراميك رأس الخيمة. نعم. والحمد لله توفقنا برضو ان احنا عملنا اصباغ وديكور في ما شاء الله مع المصرية للسيراميك هنا برضو. استاذ الكريم، احنا بنعرف انه التطور والنجاح دائما مربوط ودائما بنسعى لتطور بزيادة، بس برضو في عنا بالامارات ما بننسى انه تعدد الجنسيات، تعدد اللغات، بتخلي تعدد الثقافات والالوان هاي تخلي الاختيارات كتير متعددة. هل احنا على قدره لارضاء كل هاي الجنسيات الموجوده في هاي البلد، ام احنا عم يستهدفونا جنسيات معينه عم بيختاروا شغلات لانه احنا ما عندنا البرودكت اللي بيناسب كل الجنسيات؟ لا، هو احنا طبعا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نرضي كل الاذواق ونجيب لكل الناس اذواقها. نعم. على قد ما نقدر يعني، فالحمد لله بنتعامل مع كل الجنسيات هنا. والرخام ما تبلشنا فيه؟ الرخام احنا مبلشين فيه من اول ما اشتغلنا في السيراميك، بس ما كانش بتوسع. صحيح. يعني كنا نستورد بس من مصر. نعم. بدانا دلوقتي نجيب التركي والهندي
والاسباني، يعني كل الانواع تقريبا دلوقتي على حسب متطلبات السوق بدانا نشتغل فيها او شغالين فيها فعلا. في وسط هاي المنافسه اللي موجوده في الامارات استاذ محمد، احنا بنعرف انه الدعايه لابد منها، كيف الناس عرفتنا وكيف الناس عرفت سيراميك او مصر المصريه للسيراميك؟ هي الحمد لله بقى لها فتره طويله هنا، والوسائل بقى اللي هي بتاعت التواصل الاجتماعي نعم ودعايه والحاجات دي بدانا يعني الحمد لله بقت من اول الشركات اللي معروفه هنا في دبا والفجيره والمنطقه كلها، يعني المصريه للسيراميك لها سمعتها الحمد لله طيبه وشغاله كويس الحمد لله وللامام دايما يعني الحمد لله رب العالمين. استاذ الكريم، حضرتك زي ما تفضلت انك انت ما ضليتك فقط في شوروم او حتى مستورد، كمان بلشت انت في التصنيع ايضا، ممكن نعرف متى بلشنا نصنع وايش المصنع اللي هلا قائم عم نشتغل عليه؟ هو احنا بلشنا في تصنيع الرخام، تصنيع الادراج، يعني بنجيب الرخام ونعمل الدرج، نعمل مغاسل، نعم. على حسب يعني متطلبات السوق، يعني الحاجات اللي ماشيه دلوقتي. نعم. فعملنا الحمد لله عملنا مصنع رخام. الحمد لله. كم عدد الموظفين اللي تحت خيمه الاستاذ محمد؟ يعني حوالي 22 واحد. 22 واحد وتم اختيارهم من قبلك ام انت جبت ناس مختصين يختاروهم؟ لا بصراحه كلهم من قبلي. من قبلك انت؟ اه. وكيف كان اختيار الموظف، على حسب الكاركتر ام على حسب الخبره، ام انت جبته واعطيته من خبرتك انت ودربته؟ هو غالبا احنا جبناه واعطينا له من الخبره بتاعتنا ودربناه. نعم. الكويس استمر معانا، اللي ما كانش كويس كان ما بيستمرش. صحيح. احنا بنعرف انه الكونستراكشن او المقاولات او حتى المباني بشكل عام في الامارات دائما في ازدهار وتطور، والسوق الاماراتي دائما عطشان للسبلايرز، عطشان للمقاولين، عطشان للمهندسين موجودين، كل مهندسين العالم عم بيجوا هون لتصميم اي ديكور بخطر في باله لاجل الثوره العمرانيه اللي موجوده هون. هلا بوسط هاي الثوره اللي موجوده وبوسط هذا العمران الموجود، هل احنا مختصين فقط على مستوى دبا الفجيره والفجيره ام احنا ممكن انه نتواجد في جميع الامارات؟ لا الحمد لله احنا بيجي لنا كاستمر من كل الامارات. نعم. يعني الحمد لله بنودي ابو ظبي، دبي، الشارقه، في كل مكان الحمد لله. حضرتك عارف المواطنين ممكن يكون في حد مر من هنا من دبي بيمر بيشوف المكان الحمد لله بيعجبوا الاذواق والحاجات اللي هنا فبنودي له برضه، واحنا بنوصل لاي مكان داخل الامارات. صحيح. الاستشاري، هذا الاستشاري اللي احنا عارفينه بيكون مؤمن من قبل المالك، الاستشاري اللي بيكون زيه زي المالك، واحنا عارفين شركات الاستشارات الهندسيه الموجوده هون كانتو المقاولين او حتى السبلايرز بدكم تكونوا مدرجين في شركات كثيره، هل حضرتكم مدرجين في اي الشركات الهندسيه او الاستشارات الهندسيه؟ اه كل شركات الاستشارات الهندسيه هنا عارفانا وبنزورهم كل فتره. نعم. ومدركين عندهم. استاذ الكريم، لو سالناك بعد 5 سنوات الاستاذ محمد عبد الفتاح وين بتشوف نفسك؟ ان شاء الله ان شاء الله تعالى باذن الله يدينا جميعا طولة العمر. نعم. ويحفظ يا رب السادة سمو مشايخ الإمارات جميعا يا رب ويديهم طولة العمر إن شاء الله، وألف رحمة للشيخ زايد. نعم. وكل من انتقلوا في ذمة الله. نعم. إن شاء الله بنشوف بإذن الله بإذن الله في مجال المقاولات، إن احنا نشتغل برضو في المقاولات إن شاء الله، مقاولات البناء ان شاء الله يا رب. واحنا بدانا يعني خطوه في كده، طبعا دبي وحضرتك اكسبو 2020. صحيح. فبدانا برضو هنشتغل في دبي باذن الله، حطينا رجلينا في دبي الحمد لله رب العالمين بفضل الله. ما شاء الله عليك استاذي، دائما التوفيق والنجاح هذا كلمه من رب العالمين وهذا فضل من رب العالمين وبعد رب العالمين. احنا في دوله خصبه للنجاح زي ما بيحكوها اللي هي دوله الامارات، بس في اشخاص لازم نقول لهم شكرا مرقوا في حياتنا سواء كاب ام زوجه ابن حتى ممكن، فبدي اترك لك هاي الفقره لك، لمين بتقول شكرا؟ بنقول شكرا لوالدي، الله يحفظك، لوالدي وللساده شيوخ الامارات و الشيخ محمد بن زايد. نعم. وعلى نعمة الأمن والأمان اللي متوفرة هنا في الإمارات. صحيح. يعني الحمد لله رب العالمين بفضل الله هي تعتبر الأولى عربيا في الأمن وعالميا الثانية بعد فنلندا تقريبا. صحيح.
فالحمد لله بفضل الله البلد هنا ارتحنا فيها جدا جدا جدا، ما حسناش ان احنا في غربة فعلا، بقت بلدنا صحيح زي بلدنا بالظبط. حتى لما نروح بلدنا بنشتاق لها على طول والله فعلا، يعني بنبقى عايزين نرجع بسرعه. نعم. فالحمد لله الشكر للساده اصحاب السمو مشايخ الدوله. صحيح. استاذ الكريم، احنا بنعرف انه الامارات حلم لكل الشباب، حلم لكل الرجال، حلم لكل النساء يجوا هون، سواء كسياحه، سواء كموظف، سواء كصاحب عمل. هذول الشباب النيو كامرز اللي جايين هون، ايش بتعطيهم نصيحه قبل قدومهم لهي الدوله؟ قبل قدومهم هنا بعطيهم نصيحة ان هم لازم يكونوا بالنسبة اللي جاي عمل يكون جاي على عمل معين عارف هو هيجي يشتغل ايه. صحيح. السياحة البلد ما شاء الله يعني مفيش اجمل من كده. صحيح. كسياحة. فالحمد لله رب العالمين احنا محظوظين ان احنا من المقيمين هنا. الحمد لله. فبنقول للشباب اللي هيجي يكون جاي ليه وجهة معينة، يجي يكون هيعمل فيها او يمشي يكون له هدف معين هنا في البلد. صح. سياحة جاي سياحة ما يخالفش، جاي عمل خلاص في العمل اللي هو جاي فيه ويكون متأكد من العمل اللي هو جاي عليه. أستاذ محمد عبد الفتاح المصري للسيراميك من دبا الفجيرة، احنا كتير تشرفنا بزيارتنا لحضرتك. انا اللي تشرفت بيكم وبالقنوات بتاعكم الاستاذ محمد، وبنتمنى نشوف المصري للسيراميك على مستوى الخليج او حتى على مستوى الوطن العربي، مش فقط على مستوى الامارات ان شاء الله. واهلا وسهلا فيك باذن الله. باذن الله. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. شافوا